ضيفي الآن من الشباب اللامعين في مجال الاقتصاد، وأقصد الاقتصاد بالدرجة الأولى من الناحية العلمية والتكنيكية، وليس بالضرورة من ناحية كثرة الفلوس. ضيفي يحمل ماجستير في علم الاقتصاد، عمل 10 سنوات في إدارة البحوث في البنك المركزي من 69 إلى 79، بعد ذلك عمل مدير عام لإحدى الشركات الخليجية من مارس 80 إلى فبراير 81، ومن فبراير 81 إلى الآن وهو رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية. رحب معي جاسم السعدون. مساء الخير جاسم. أهلين، أهلا فيك ورحب فيك في شبكة التلفزيون. أشكرك. أنتوا الاقتصاديين في الواقع الواحد ما يدري وين يبدأ الحكي وياكم، لأن موضوع الاقتصاد في الواقع موضوع على درجة كبيرة من الأهمية وعلى درجة كبيرة من التخصص، وبالتالي احنا بنحاول أن نتلمس وياك يعني بعض القضايا ونلقي عليها الضوء مع المشاهدين. أخو جاسم، يعني بعد يقولون من بيدهم القول أن مشاكل العالم أساسا هي مشاكل اقتصادية. ما رأيك بهذا الحكي؟ أعتقد أن القول يعني إلى حد بعيد صحيح، ما هو على إطلاقه صحيح، إنما إلى حد بعيد صحيح. أنت تعرف يعني أن منذ بدء الخليقة كان هناك صراع على المراعي، على مصادر المياه، السكن في دلتا الأنهار، كل المشاكل اللي كانت في النهاية تبعا للحركة من وإلى مصدر الموارد الاقتصادية، حتى مصادر المياه عندنا في الجزيرة الآبار كان عليها صراع أيضا. أعتقد هذا صحيح أيضا في التاريخ الحديث، يعني تدري في أوروبا في إلى عصر غريب، يعني إلى فترة غريبة إلى الحرب العالمية الثانية خلقت امبراطوريات من صراع أيضا على الموارد الطبيعية تبع المعادن، أخشاب، توابل، معادن ثمينة، أحجار كريمة. كان هناك صراع وولدت امبراطوريات، بريطانيا على سبيل المثال، فرنسا، هولندا، البرتغال، إسبانيا، وكان الصراع على حيازة المستعمرات ذات الأغنى، كان صراع طبعا ظاهر ومعروف ولازلنا يعني عشنا احنا بأعمارنا يعني عشنا إلى فترة غريبة. أمثلة غريبة من ذلك السيطرة على الهند اللي ما فيها من توابل وأخشاب وغيرها، السيطرة على مصر لموقعها ولزراعة القطن الطبيعي، والسيطرة على منابع النفط في منطقتنا. فالصراع هذا أيضا صحيح في التاريخ الغريب. حاليا أنا أعتقد أن استقطاب العالم من قبل قوتين أعظم، استقطاب أساسا لأن هذه الدول تملك هي الأغنى من حيث الموارد الاقتصادية، وبالتالي خلقت هاتين الكتلتين اشتراكية وكتلة الدول الغربية، وأصبح هناك حتى من ينظر أن هذه الدول لن تسمح بأي حقيقة سبق اقتصادي لأي كتلة أو مجموعات أخرى من الدول يعني المنافسة، لأن في النهاية بتسيطر على سواء مصادر الموارد الطبيعية أو بامتداد الدول الأخرى كأسواق، وتبقى أسواق يعني دائمة لها. بانتهاء الاستعمار العسكري مثل ما ساد في السابق، حاليا في استعمار من نوع آخر، يعني هو يعطي نفس في النهاية نفس الفائدة للمستعمر، ويستعبد أيضا المستعمر. هناك توقعات أيضا للمستقبل تقول بأن الوضع لن يكون أسهل، سيكون هناك صراع في العالم ما بين أساسا مجموعتين من الدول، مجموعة غنية جدا ومجموعة فقيرة جدا. هناك بعض الدراسات تقول بأن الهوة ما بين الدول المتخلفة والمتقدمة تزداد، أعتقد هذا الرأي أيضا يتبناه البنك الدولي. هذه الدراسات تقول بأن شروط التجارة تميل إلى صالح الدول الأكثر تقدم، وبالتالي توزيع الثروات ما هو توزيع عادل. أيضا حاليا توزيع الدخول الناشئ عن التقدم والتقنية المتطورة يميل لصالح الدول المتقدمة قليلة السكان، وبالتالي العالم سيقسم إلى قسمين، قسم متخلف يزداد نسبيا تخلفه، وقسم متقدم يزداد أيضا تقدمه وثروته. ولا بد أن يحدث صراع ما بين هذا أو لا الكتلتين يعني في الزمن المنظور. تدري أن العالم حاليا يغطنا حوالي 4.5 بليون نسمة، سيزيد هذا الرقم في سنة 2000 تقريبا إلى 6 بليون نسمة، ثم يرتفع إلى 8 بليون يمكن 2020 2020. ربع العالم حاليا جياع،
ربع العالم سيء التغذية، يعني نصف العالم ما بين جهة وسيء التغذية، هذا لابد أيضا وأن يؤدي إلى قضية الصراع سواء في داخل البلد ذاتها أو الصراع على الحدود، إما للتغطية على مشاكل داخلية أو لمحاولة الحصول على يعني مدخل آخر أو دخول أخرى. داخل الدول نفسها هناك أيضا تباعد، هناك مؤشر عند يسمونه الجيني، هو يقيس التطور في التباعد في توزيع الدخول ما بين طبقات المجتمع. هذا أيضا للأسف يسوء على مستوى العالم، بمعنى أن العالم أيضا يفرز إلى طبقات متباعدة، طبقة غنية وطبقة فقيرة، وهذا يعني تبعاته الاجتماعية والسياسية خطرة جدا. فالعالم مرشح بالذات دول العالم الثالث إلى يعني انقلابات مستمرة وقلاقل، وبالتالي يعني النظرة المستقبلية للعالم تقول بأن هو نحو زيادة في عدم الاستقرار، ومرجعها يعني أو سببها في الغالب بيكون اقتصادي. إنما أضيف بعد آخر عشان ليش ما أقول على يعني هو بالكامل كذلك، إنما بشكل كبير هناك تدري جدل فكري ما بين مجموعتين من الاقتصاديين. مجموعة تقول بأن سبب القلاقل في العالم، سبب مشاكل في العالم، هو التباعد في توزيع الدخول ما بين هؤلاء الكتلتين من جانب، وما بين الطبقات داخل المجتمع أو الفئات داخل المجتمع من جانب آخر. هناك كتلة أخرى تقول لا، إن هذا قد يكون يعني سبب، إنما أيضا عدم احترام حق الإنسان في تغيير المصير داخل البلد، أي غياب الديمقراطيات وانتشار الدكتاتوريات. هو يضيف بعد آخر مهم يعني قد يكون بأهمية متساوية أيضا في الزمن القصير، في المدى البعيد يعني، في إثارة هذه المشاكل وهذه أيضا القلاقل، وبالتالي يضيف بعد آخر إلى الصورة، أي أنها على إطلاقها لا، لكن في الغالب تكون سببها اقتصادي، إنما يضيف لها بعد آخر وهو غياب أيضا حق الإنسان في تغيير مصيره. جميل، هذا في الواقع يعني أقدر أقول بدون تحفظ أوفى إجابة سمعتها على أن مشاكل العالم الاقتصادية بالدرجة الأولى. شكرا على التوضيح. طيب ما هي في رأيك جاسم الركائز الاقتصادية الأساسية لأي بلد في هذا العصر؟ يمكن تسألني أنت وأنا بالصدفة صار لي أكثر من سنة يعني لغرض آخر، لسبب آخر، أقرأ في أدبيات التنمية في دول يعني العالم ككل يعني من بدأت. يبدو لي يعني من حيث يعني حاول يعني أقولها في عموميات يعني أترك التخصص جانب، إنه الموارد الاقتصادية بشكل عام وجودها داخل البلد، واني بالموارد الاقتصادية سواء موارد طبيعية، امتداد جغرافي، مصادر مياه إلى آخره، هي بتعطي وزن لهذا البلد أو ذاك في أنه غني من حيث المبدأ أو غير غني يعني من حيث المبدأ أيضا. إنما يضاف لها بعد أساسي، وأنا الحقيقة في قراءاتي إلى الآن هالانطباع راسخ عندي، وهو نوعية البشر كأحد أهم المصادر في عجينة أو عجينة التنمية في هذا البلد أو ذاك. أنا لم أرى يعني من مشاهدة والقراءة أن هناك بلد لا يحترم الإنسان، إنسانية الإنسان، حقه في تغيير المصير، فيه توزيع ثمرات يعني خيرات البلد بشكل عادل فيه، ونجح يعني في المدى البعيد نجح في تحقيق يعني بناء اقتصادي جيد أو ركيزة اقتصادية جيدة. فبالتالي يعني بشكل موجز هي الموارد الاقتصادية التي يتمتع فيها البلد، والإنسان، نوعية هذا الإنسان الذي يقوم بمزاوجة عنصر الإنسان كعنصر إنتاج مع هذه الموارد لخلق الطريق الصحيح في بدء الانطلاق نحو التنمية، وبالتالي أخذ مكانه في دول العالم المتحضر. وهناك أذكر كان لي أستاذ في يوم من الأيام يحاول أن يعني يقوم بتجربة نظرية، يقول بأن أحاول أن يقول بأن هناك بلدين في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، وحاول نظريا أن يفترض بأن لهم نفس الموارد، نفس الاحتياجات، نفس الموارد، ونفس يعني الفرصة متساوية حتى من حيث الوقت. وقرر هذا يعني إن في النهاية يعني في نهاية بحثه بأن التجربة تنجح في ذاك البلد، البلد ألف، وتفشل في البلد باء بسبب يعني نوعية هذا الإنسان اللي يعيش في هذا البلد والذي يعيش في ذاك البلد. وعاد في التاريخ إلى 3000 سنة قبل ليرى الفروق في خصائص الإنسان والتي أدت من وجهة نظره إلى نجاح هذه التجربة في هذا البلد وفشلها فيه.
في البلد الآخر. نعم. إذن هي موارد زائد إنسان في الواقع. الإنسان أهم عنصر من عناصر يعني. نعم. أهم ركائز البلد هو الإنسان وطريقة تكوينه. ونظريا وعمليا ممكن أن يكون إذا إنسان بدون موارد أو موارد قليلة أن أيضا يصنع معجزات صحيح. يدفع في عجلة التنمية للأمام. إنما العكس لا يحصل. العكس لا يحصل طبعا. جاسم تقومون في مكتب الشال الاستشارات الاقتصادية بإصدار مؤشر تنشر الصحف، وممكن يورونا لقطة منه في هذا البرنامج الآن، تنشر الصحف باسم مؤشر الشال للأسهم الخليجية. شنو هذا المؤشر وشلون تنشرونه ويغطي كم مدة زمنية؟ الحقيقة المؤشر كفكرة ما هي بدايتها، لأن المؤشر موجود في معظم يعني أسواق المال العالمية. هناك أربعة على الأقل موجودين في نيويورك، وهناك الفاينانشال تايمز، وهناك داو جونز مال طوكيو. يعني الفكرة بذاتها ما هي بداية. التكوين الرياضي لا أيضا ما هو بداية، لأنه موجود في مؤشرات، وإحنا استفدنا من تجارب آخرين. هناك في فروق بين المؤشرات، حاولنا أن يعني نأخذ أو ننتقي أفضلها من حيث يعني التكوين الرياضي للمؤشر. نعم. أهميته يعني تنبع من أن هناك سوق أوراق مالية في البحث عن طريقة لقياس مدى التقدم أو التأخر في أسعار هذه، في قيم حقيقة هذه الأسهم، وجدنا أن هناك يعني مؤشر غائب. هناك موجود مؤشر وجيد للأسهم الكويتية، إنما مؤشر للأسهم الخليجية وهي أكثر خضوع لقوى العرض والطلب غائب. فمن هذا المنطلق قررنا أن يعني نقوم بتصميم هذا المؤشر ونشره، ودعينا الصحافة الحقيقة، الصحف كلها تجاوبت، بعضها استجاب الحقيقة، القابس مشكورين استجابوا ولا زالوا الأنباء إلى حد ما ينشرون موجز، البقية لسبب أو لآخر أيضا يعني ما استجابوا. هذا المؤشر يعكس التطور في قيم هذه الأسهم من فترة زمنية أنت تختارها على مر الزمن. إحنا اخترنا أن يكون أسبوعي، يعني في نهاية في كل يوم أحد يصدر هذا المؤشر ليعكس الحركة من الخميس إلى الخميس. كما شاهدت أن المؤشر مثلا اللي نعرضه في انخفاض من 31.12.83 إلى 29.3 يعني الربع الأول من السنة بحدود 26%، إنما الانخفاض الحقيقي هو بحدود 30، لأن بعض الشركات لم يتم تداول عليها. هو يعطي انطباع يفيد مجموعتين من الناس، مجموعة المتعاملين في السوق لأنه يرى التطور في الشركة ذاتها، يعني أي الشركات تنخفض أقل أو ترتفع وتنخفض بشكل أكثر، وبالتالي يقرر الاستثمار في هذه الشركة أو تلك الشركة. ويفيد بعد عمر تاريخي يعني مجموعة الباحثين لقياس ورصد أثر المتغيرات الاقتصادية بشكل عام على وانعكاسها على التغير في قيم وأسعار الأسهم. ماشي. فبالتالي هو يفيد المجموعتين في محاولة يعني تحديد رأي سواء للاستثمار أو للدراسة، دراسة بحتة يعني. هذا أنت تنشرونه بدون مقابل طبعا، بدون مقابل لكي يستفيد منه الناس. دينا. تشكرون على ذلك. في الواقع تقدر تقول لي يعني من تحصيل الحاصل ما هي أهم معالم الاقتصاد الكويتي؟ أولا خلنا أقول لك أخوي عبد الرحمن أن يعني لفظ اقتصاد باللغة جائز استخدامه على الاقتصاد الكويتي، إنما اللفظ علميا لا يجوز استخدامه، لأن حقيقة أقول لك مثال ويعذرني بعض الاقتصاديين قد لا يكون يعني منطبق تماما، إنما بيعطي في النهاية يعني صورة واضحة للمشاهدين، يعني جمهرة المشاهدين. الاقتصاد لكي يكون يسمى اقتصاد يجب أن يكون شبيه إلى حد ما في جسم الإنسان، بمعنى أن القطاع الإنتاجي في إنتاج السلع والخدمي يقوم مقام القلب، الشرايين وغيرها، وبالتالي المخ وتحريك الأطراف وما إليها هي ما ينبثق ما يجري في عروق الإنسان من دم، ويعود مرة ثانية لإعادة يعني استثماره والعودة إلى الإنتاج مرة أخرى. وبالتالي هناك دورة متكاملة لحركة الاقتصاد تبدأ من المضخة أو القلب وتنتهي في النهاية إلى القلب لكي يعود بإعادة البناء ثم إعادة التوزيع. عندنا في الاقتصاد الكويتي للأسف يعني إذا جاز تسمية يعني اقتصاد الاقتصاد الكويتي، عندنا إنسان آلي في مجموعة بيبات وفوق خزان كبير في دم،
الدم هذا ينزل في جسم الإنسان، إنما ممكن البيبات مسكرة عشان يعود مرة أخرى، مفتوحة في أماكن كثيرة ومختلفة، وبالتالي صب في مكان هني وهناك، فيعني هو ضياع، يعني استنزاف لأصل زائل هو مجموع الدم بغض النظر عن كميته في هذا الخزان، ويصب في أماكن أخرى قد تكون يعني مجدية وقد تكون يعني غير مجدية، وبالتالي خصاصة هو نفط موجود في باطن الأرض نصرفه وحولنا إلى عبارة عن وحدات استهلاكية نشغل مصانع من أقصى الدول إلى أقصاها، يعني في اليابان إلى أمريكا طرف أمريكا الغربي، إنما ما في اقتصاد يطلق عليه اقتصاد ثم كلمات مثل الركود والانكماش أيضا لا تنطبق علينا، لأن لا ينطبق هذا الكلام أساسا إلا على اقتصاد متكامل كما عرف في الدول الصناعية. طيب أنصح هذا التعبير والتشبيه اللي ذكرته، وطبعا هذا متروك لرأيك وتقديرك في الواقع، ما هي نظرتك اقتصادي وباحث في الاقتصاد لأهم سلبيات الاقتصاد المحلي إن وجدت؟ لا موجودة هي منها هي تفضل. هذا خلنا نقول النمط التنموي السائد في البلد اللي هو استنزاف نفط وضخه إلى درجة أن أصبحنا الأكثر في العالم استهلاكا، زين، أدى إلى الحقيقة أمور يعني إلى ظواهر سلبية يعني حتى شديدة السلبية كثيرة، أقول لك منها على سبيل المثال بس تهميش إنتاجية الإنسان، احد يعني انا مثل ما قلت لك في السابق ان الاهم في عجينه التنميه هو الانسان. نعم. احنا حولنا الانسان الى انسان مستهلك قليل الانتاج جدا كثير الدخل، وبالتالي صار في هامش ما بين انتاجيته ودخله، فتحول الانسان تحولنا الى مجموعه معازيب، يعني مو كلنا طبعا معظمنا الى مجموعه معازيب، اتينا بهذا الخليط من الاجناس البشريه لكي تقوم في خدمتنا في نفس الوقت اللي احنا يعني لا نعمل فيه، وهذا انتقاد ذاتي يعني لا يعتقدون الناس اني انتقدهم، انتقد ذاتي ايضا، زين، خلقنا هذا، بالتالي اصبحت مجموعه اقليات تعيش على هذه البقعه من الارض. واعطيك مثال عن يعني بس عن خطوره هذه المؤشرات، تجد ان خدم المنازل عندنا مثلا في حدود ال 65-70 ألف نسمة، تجد عندنا العاملين في كل قطاع الصناعات التحويلية بما فيها النفط في حدود 41 ألف، يعني خدم المنازل أكثر من العاملين في قطاعات يعني الصناعة التحويلية ككل. في يعني في ندوة التنمية في دراسة يعني صادرة لها أيضا تنشر ناشرة يعني إحصائية طريفة عن قطر، تقول بأن خدم المنازل 25 ألف، العاملين الأجانب في قطاع البتروكيماويات 3000. شوف هذا إيه يعني هذا النمط الاستهلاكي يعني إلى أي مدى وصل. تجد عندنا أن الدفع التضخمي في الاقتصاد أصبح هو المقياس لتقدم أو تأخر الاقتصاد، فتجد ضجة إذا أصبحت الأسعار توقفت عن الارتفاع، إذا لم نقم يعني باستهلاك ما تنتج المصانع في كل دول العالم نقول بأن هناك في ركود اقتصادي، بينما الواقع بأن انخفاض معدلات الاستهلاك قد يكون في يعني حفاظ على مجموعة يعني مجموعة ما نملكها من نفط. تجد عندنا في الدفع التضخمي يؤدي إلى فقدان الميزة النسبية لاقتصادياتنا، الحين احنا لو بننتج سلعة وخدمة عندنا في البلد تجد أن تكاليف الإنتاج أضاعت علينا الفرصة للمنافسة على أساس سعري في العالم نتيجة هذا الدفع التضخمي في الاقتصاد، أسعار أراضي، تكاليف معيشة، رواتب وأجور، في ناس أساسا يعني لا تعطي إنتاجية بالكامل. تجد عندنا هذا الشكل مظهري للدول الحديثة، طرق متعرجة، جسور وما إليها، أنا أعتقد أن في يوم من الأيام راح نعجز عن صيانتهم لأنهم لا يخدمون قطاعات إنتاجية لإيصال سلعة أو خدمة عشان نقوم بالمنافسة فيها في الأسواق، في يوم من الأيام بالتحول إلى أطلال إذا عجزنا عن أن صيانتها. تحولت سلعة مثل التعليم يعني للأسف إلى يعني ظاهرة اجتماعية، فالحصول على الشهادة أصبح يعني نوع من التصنيف الاجتماعي لهذا البشر كونه خريج أو لا، إنما ليست يعني الشهادة ليست أداة للحصول على مركز تنافسي أفضل، للحصول على وظيفة أفضل ثم على دخل أفضل. باعدت بين الناس لأنها هذا الاقتصاد أصبح يعني إمكانية أن يثري البعض بشكل يعني رئيسي وسريع،
أكبر من إمكانية أن يثري أصحاب الدخول المتدنية، والدفع التضخمي أدى إلى تباعد شديد في توزيع الدخل، حتى أن مؤشر توزيع الدخل عندنا تلاقي شبيه بالهند، والهند من يعني من الدول السيئة في مؤشرات توزيع الدخل. وبالتالي هذه الفرصة لصدام اجتماعي يعني قادم بيكون يعني فرصة مواتية. كل هذه السلبيات تفقدنا. اي تفضل. نعم لا تفضل. لا انا كنت بقول يعني اظنك قلت عدد لا باس فيه من السلبيات يعني، وفي كثير يعني هي كامثله. بس يعني ما ادري ترى واش انك في بعض المبالغ يعني هذه الطرق اللي حكيت عنها، وانها لا تخدم، بالعكس يعني هي لهذه الطرق تخدم الناس اللي رايحين لاداء اعمالهم واللي رايحين لمصانعهم يشتغلون فيها واللي رايحين. ما في خلاف أخوي، بس إذا كانت هذه الناس تنتج بغرض الإنتاج يعني مو بغرض خدمة أصلا قطاع استهلاكي مثلا. أقول لك مثال، ليش عندنا هذه الطرق وهذه يعني الجسور وبالتالي هذا الازدحام الموجود بالشوارع؟ لأن احنا ثاني بلد في العالم من حيث يعني عدد السيارات إلى الأفراد. زين، لكوننا ثاني بلد من العالم أمر جميل أن يستمر هذا المعدل من الاستهلاك إلى ما لا نهاية، إذا كان بيستمر إلى ما لا نهاية. ولكن في واقع الحال إحنا كل اللي نسويه أن نحول النفط إلى دولارات ثم إلى دينار ثم نصرفه بتوجهات استهلاكية. لو كان هذا البشر أنت بحاجتهم، بحاجة إيصالهم إلى مراكز عملهم في النهاية لتبيع سلعة أو خدمة لناس آخرين عشان تأخذ مردود المردود مقابل، ما في شك ان هذا في يعني شيء في منتهى يعني الطيبه والجمال. جميل. هل تؤيد اخو جاسم من ناحيه اقتصاديه فرض رسوم او ضرائب وفي اي المجالات؟ اي اخوي، اولا يعني انا بميز حقيقه بين 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 شيئين اساسيين. اذا كان المعني بالضريبه هو قضيه انتقائيه ان نختار ما نفرض عليه رسوم بين فتره والثانيه، أنا بالتأكيد ضد هذا التوجه. لأن أقول لك بس مثال، إذا تذكر في الفترة اللي رفعنا فيها أسعار المحروقات، أسعار البنزين ومشتقات النفط، محروقات بشكل عام، نعم. تزامن هذا في نفس الشهر مع إنزال الضريبة على رسوم تسجيل الأراضي من 2% إلى 0.5%. هذا بيؤثر بشكل نسبي شديد على أصحاب الدخول الثابتة. رفع المحروقات بعضها ارتفع ب600% الديزل على سبيل المثال، زين الغاز على سبيل المثال، بينما خفضت الضريبة على تسجيل الأراضي للناس الغادرين، لأن من يتعامل في النهاية في الأراضي إنسان غادر على الدفع، زين، من 2% إلى 0.5%. فأعطت يعني أعطت اتجاهين عكسيين. فهذا بالتأكيد يعني باختيار ما هو يعني لا يتفق والسياسة ولا المنطق. مثال آخر أعطيك إياه، تكلمنا عن ترشيد الإنفاق، وترشيد الإنفاق هو في النهاية ضريبة مباشرة أو غير مباشرة يدفعها البشر، وخفضنا النفقات العامة ب15 مليون من كساء وتغذية الطلبة في المدارس. 15 مليون لا تساوي إلا 0.5% من إجمالي النفقات العامة، أقل الحقيقة هي. زين، في نفس الوقت اللي احنا دفعنا فيه حوالي 2000 مليون لتعويض او تعويم ما يسمى بمشكلة يعني سوق الاوراق المالية. فاذا كان هذا التوجه اللي هو توجه انتقائي واعتباطي، انا ضده على طول الخط. انما الضريبة كسياسة هي احد ادوات السياسة الاقتصادية، ولا خيار لنا الا يعني في هذا اللي قصدته في الواقع انها تكون ضريبه كسياسه عامه. انا اعتقد ان ضريبه كسياسه عامه يجب ان تفرض، وبمتابعه التاريخ تجد ان ضريبه كانت موجوده في مجتمع ما قبل النفط، مجتمع ما بعد النفط تكاد تقتصر على بعض رسوم التسجيل وبعض الرسوم على الواردات. تاريخيا هناك ايضا ضريبه على الدخل للشركات الاجنبيه، وحتى لو رأيت بعدها التاريخي، هناك أخ يحدثني من الوثائق اللي نشرت مؤخرا بأن أصلها التاريخي يعود إلى اقتراح جاء من شركات النفط بفرض ضريبة عليهم، لأن تعرف هناك قانونهم يمنع فرض ضريبة مزدوجة إذا كانوا تتغاضى عليهم ضريبة عندنا، ما يدفعون ضريبة في دولهم، فهم أن اقترح فرض هذه الضريبة، أو على الأقل هكذا قيل لي. فالضريبة هي إحدى أدوات السياسة الاقتصادية. أنت تعرف أن السياسة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي، سياسة نقدية فاعلة وسياسة انفاق عام وسياسة ضريبية. إحنا حاليا لا نملك إلا سياسة انفاق عام.
القول بأن احنا الحمد لله يعني أغنياء لا نحتاج، هذا الضريبة حقيقة مو بس هذا يعني هدفها جمع المال، إنما إشعار المواطن بأنه هو مساهم في النهاية في البناء وبالتالي مسؤول عنه، إن بنى الطريق وحدث إن كان هذا الطريق يعني نفذ بشكل سيء أو استهلك بشكل يعني أسرع مما يجب، هذا الإنسان بيشعر بأن في النهاية هذه جزء من إنتاجيته، جزء من دخله اقتطع لخدمة مشروعه، وأخذ أيضا ضريبة تساعد على إعادة توزيع الدخول إذا ما حصل في تباعد شديد فيها. الضريبة كانت ستساعد على محاولة التوجيه الاستثمارات بشكل جيد، فلو كان هناك في سياسة ضريبية فعلا أنا أعتقد ما حدث في سوق الأوراق المالية كان ممكن التأثير فيه بشكل يعني رئيسي من خلال توجيه الضريبة للحد من خلنا نقول معدلات الفائدة العالية، معدل تدوير بيع وشراء الأسهم إلى آخره، لكان بالإمكان يعني التحكم من خلال هذه الأداة في محاولة توجيه الاقتصاد يعني وجهة سليمة. فإذا كانت ضمن سياسة عامة موضوع لها هدف ونحاول تحقيقه، نعرف سلفا يعرف الإنسان لماذا يدفع ضريبة، يعرف أنه يدفعها لأنها بالنهاية بتعطيه مردود أكبر مما يدفع، يعرف أنها بتساعد على تحقيق هدف موضوع والكل يسعى إلى تحقيقه، أنا بالنهاية يعني أعتقد بأنها جزء يعني لا يمكن أن يستغنى عنه تحت أي حجج. القول بأن أغنياء ترى يعني قول ما هو حقيقي، لأن إحنا نصرف من مخزون منتهي وإحنا بعدها يعني بنكون في منتهى يعني. يعني هل توافق على القول بأن الكثير من المواطنين هني مصابين بوهم نفسي إن النفط لن ينضب أبدا؟ يمكن يعود تفسيره إلى كون المواطن عندما يتكلم هو رؤيا في حدود سنوات محدودة، يعني عندما يقول مواطن هذا الكلام هو إذا قيل أن النفط مثلا بينتهي بعد 50 سنة، أنا أعتقد في النهاية أن هذا وقت كافي، يعني بعدها شو يصير ما يقدر يجزم، يعني ما يقدر يتخيل شو يصير. زين، فأعتقد بأن يعني في حدود عمر المواطن ما فيها منطق يعني أن يقول هذا الكلام، ولكن أن يصدر عن هذا الكلام عن متخذ قرار أعتقد بأن العملية تبقى كارثة، لأن أنا أعتقد أن النفط منتهي سواء بفعل التقدم العلمي أو بفعل الاستنزاف يعني في باطن الأرض، وبالتالي في يوم من الأيام بتترك يعني بلا نفط. تركك بلا نفط، أعطيك بس مثال رقمي بسيط من ماضينا الغريب، يعني إحنا كنا يعني في زمن الغوص اللي هو زمن الهجرة إلى الداخل من كل المناطق الغريبة في سنة 30 على سبيل المثال، كان يقتل الكويت 60,000 نسمة بالصيف. زين، كانوا يذهبون إلى يعني الغوص وكانوا يعملون 11 إلى 15 ساعة باليوم، وكانوا بالكاد يعيشون، يعني كانوا مصنفين من الناس سيئي التغذية، أمراض ومردودهم النقدي يكاد لا يكفي، في نهاية الفترة يظل مديون إلى ما لا نهاية، قد يستوفى بيته إذا أيضا ما سدد. فما كانت الموارد الموجودة في البلد كانت عاجزة عن إعطاء ما يكفي ل60,000 نسمة في 30، إن انتهى النفط وإحنا 6 مليون نسمة، والبحر والأرض ملوث والمصادر تكاد تكون يعني نافذة بفعل طبيعي الزراعة، بفعل الاستهلاك، تغير احتياجات الإنسان. أنا أعتقد إنه بيترك يعني تترك البلد بلا يعني بلا مورد حقيقي إن استمر الحال على ما هو عليه، لكن إن استخدمت إيرادات النفط يعني بشكل جيد لبناء اقتصادي بامتداد جغرافي معروف يعني محدد، أنا أعتقد أنه ممكن أن يكون يعني المستقبل مقبول، ربما واعد أيضا إذا مثل ما قلت لك استغلينا هذا عنصر القوة الوحيد الحالي بشكل جيد، وهيئنا الإنسان وهيئنا طبيعي وحدات الإنتاج المختلفة لعطاء مستمر ودائم على حياة شعوب مو حياة إنسان. في القول يعني عشان هؤلاء الناس يقولون يعني إنه ينتهي أو لا ينتهي النفط، يحدثني يعني صديق قطري يقول مو قادر يقنع أبوه إن النفط ممكن ينتهي، زين، وإنه قد نترك بلا شيء، فجاب له مثال ومثال واقعي. زين، قال له أيام الغوص، أيام ما كنت تروحون الغوص، ما يت فترة شعرت فيها بأن هذا المورد قد انقطع نتيجة يعني ظهور اللولو الياباني الصناعي في السوق، وفجأة لقيتوا نفسكم بلا مصادر رزق؟ قال له أي حرف، قال له بالضبط هذه التجربة قد تتكرر معنا يعني بالنفط، إما لسبق علمي أو لنفاذة. نعم، وفي النهاية اقتنع هذا الإنسان البسيط العادي. نعم، إذا يجب استخدام هذا المورد لما يكفل استمرارية
فائدته لنا في المستقبل. يجب هو بالإنسان وللإنسان أيضا. نعم. احنا في الواقع شاكرين جدا على جيتك أخ جاسم وهذه الدردشة الاقتصادية النيرة في الواقع اللي أرجو أنها تلقي الضوء على كثير من مفاهيمنا الاقتصادية. أشكر دعوتكم. شكرا جزيلا. أشكر دعوتكم.